تعصف الخلافات بشركاء الحكم حول شكل الحكومة المقبلة سياسية أم تكنو سياسية. وعلى وقع الجدل القائم الاحتجاجات مستمرة، وكذلك الاعتصام والأزمة الاقتصادية التي لم تشهد لهم البلاد مثيلا منذ عقود. أما الجيش فاستمر بتنفيذ الأوامر، فتح لمزيد من الطرقات التي أغلقها المحتجون بالقوة، ورد المحتجون بإعادة إغلاقها مرة أخرى. أخذ وجذب بين الطرفين لم يخلو من العنف، لتتحول بعض المناطق إلى ساحة مواجهة بين المحتجين وعناصر الجيش، عقبها حملة اعتقالات. هو يوم فتح الطرقات بالقوة، قالها الجيش اللبناني دون أن ينجح بتحقيق ذلك في أكثر من منطقة، حيث واجه مقاومة شرسة استخدم فيها المحتجون العصية والحجارة لإبعاد الجيش عن الطرقات. بعض شوارع الحراك اللبناني تحول ساحة للمواجهة بين المحتجين وعناصر الجيش، في حين أن شوارع أخرى لم تتصدى للجيش الذي قام باعتقال عدد من المحتجين فاتحاً الطرقات الرئيسية التي أعيد إغلاقها ليلة الثلاثاء من نهر الكلب إلى جل الديب فالرنج وصولاً إلى خلدة جنوباً وعكار وطرابلس شمالاً. في هذه الأثناء خلت طريق القصر الجمهوري من المحتجين الذين باتوا ليلتهم فيها إثر اعتقال أحد الناشطين بتهمة التعرض لمقام رئاسة الجمهورية واختفائه لساعات طويلة قبل أن تعمد السلطات إلى الإفراج عنه مصابا بكدمات ورضوض. وبالتزامن مع محاولات السلطات اللبنانية إخماد الحراك، أكمل إضراب موظفي المصارف الخاصة أسبوعه الأول في ظل تمسك الموظفين بعدم التوجه إلى أعمالهم قبل تأمين خطة أمنية تحميهم من الاعتداءات التي تعرضوا لها من زبائن غاضبين بسبب القيود القاسية التي فرضتها المصارف على التعاملات النقدية وتقييد سحب الأموال ومنع تحويلها إلى الخارج. كذلك أبقت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها مقفلة أمام التلاميذ وسط دعوات من قبل ناشطين لإقفال الدوائر الرسمية والمرافق العامة بدءا من مطلع الأسبوع المقبل. معنا من بيروت مراسلة الحرة سحر أرناؤوط، ومن طرابلس مراسلة الحرة ويليام عزام. سحر، ما هي الصورة من حولك؟ رياض الصلح لا تزال على وتيرة احتجاجاتها، وإن كانت هذه الاحتجاجات أو الحشود قليلة نسبيا، إلا أن ذلك لا يمنع أبدا من تكرار المطالب. كما ستشاهدون الساحة ليلا تمتلئ، ولكن ليس بالحشود الكبيرة التي نشهدها عادة عند توجيه الدعوات لحشد الساحات أو كما حصل في أحد الإصرار. المطالب الشعبية في هذه المرحلة تتركز على الإسراع في التكليف والتأليف وليس العكس، يعني ليس قيام أو ما يحصل في الوقت الحاضر مشاورات لتأليف الحكومة قبل معرفة من هو رئيس هذه الحكومة، علما أن هناك معلومات غير رسمية وغير مؤكدة. ما إذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري سيقبل بتكليفه وتسميته لرئاسة الحكومة في المرحلة الجديدة، علما أن لرئيس الحكومة سعد الحريري شروطه وهي وضع البلاد في عهدة حكومة أخصائيين تدير الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وتكون مجموعات الحراك ممثلة بهذه الحكومة، ولا يكون فيها أي وجوه سياسية مستفزة للشارع اللبناني أو للحراك اللبناني. في المقلب الآخر هناك أيضا شروط مضادة من قبل بعض أركان السلطة، منهم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، الذين يعتبرون أن حكومة تكنو سياسية هي الحكومة الأفضل، وأن هذه الحكومة لابد أن تمثل بعض من شرائح أهل السلطة أيضا، وأن التيار الوطني الحر اليوم هو يتمثل بأكبر كتلة سياسية أو نيابية في المجلس النيابي، وبالتالي لابد أن يكون هناك وزير عن هذه الكتلة أو أكبر كتلة. هذا المد والجزر بين أطراف السلطة
يضع البلاد في عنق الزجاجة ويترك المجال طبعا والساحات للحراك لتقديم ولرفع سقف شروطه ومطالبه والضغط أكثر عبر إقفال الطرقات وابتداع طرق جديدة للتعبير عن تحركاته واحتجاجاته. هل اختلف الانتشار الأمني؟ الكثير من المفاجآت سحر. على المستوى هل اختلف السياسي؟ الانتشار الأمني اليوم؟ هل غير الجيش من موضوعه في محيط الاحتجاجات وفي محيط ساحة رياض الصلح؟ في محيط رياض الصلح ليس هناك من انتشار أمني للجيش اللبناني، الانتشار الأمني حكر على القوى الأمنية وشرطة مكافحة الشغب إضافة إلى حرس شرطة حماية السرايا الحكومية. أما الجيش اللبناني فقد كانت اليوم مهامه يعني متقدمة إلى حد كبير، حيث عمد إلى إعادة فتح الطرقات التي كانت مقفلة. وطبعا لابد من التذكير كما قال زميلي ويليام في رسالة سابقة، هي المواجهات التي حصلت في تعلباية وفي سعد نايل بين الجيش اللبناني وبين المحتجين، هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الطرفان في تلك المناطق، علما أن أيضا الجيش اللبناني عمد إلى فتح بالأمس طريق جل الديب أيضا باستخدام المواجهة والقوة. يعني اليوم تموضع الجيش اللبناني أو تحرك الجيش اللبناني لإعادة فتح الطرقات يتخذ منحا أكثر خشونة إذا صح التعبير. هناك أوامر صارمة بأن تعاد الطرقات إلى طبيعتها وأن تعاد الحياة إلى طبيعتها. لابد من التذكير أيضا بنقطة مهمة، وهي أن يوم الثلاثاء المقبل هناك جلسة تشريعية، وبالتالي إذا لاحظنا في الصورة المقابلة مباشرة مداخل المجلس النيابي وضعت عليه بوابات حديدية جديدة تحضيرا لهذه الجلسة. وطبعا قد يفسرها الحراك الشعبي في الأيام المقبلة بأنها تحدي له، لأنه يرفض رفضا قاطعا هذا الحراك أن تعقد أي جلسة تشريعية في الوقت الراهن قبل تأليف الحكومة. هم يقولون إن تأليف الحكومة هو أولوية وليس التشريع، ولا نحتاج إلى قوانين غير مطابقة للمواصفات الدستورية. نعم. كيف هي الصورة في طرابلس وليام؟ ما هي الطرق المفتوحة؟ ما هي الطرق المغلقة؟ كيف تسير الحياة هناك في ظل الاحتجاجات؟ مشهدية الحراك الاحتجاجي في طرابلس والشمال تعاود زخمها ليلا كما نرى عبر كاميرا الحرة في ساحة النور هنا وباقي ساحات الاعتصام شمالا. الطرقات بعضها أعيد فتحها وبعضها أعيد إقفالها ليلا بعد فتحها منذ بعض الوقت، ولكن بشكل عام هذا الحراك يسير على إيقاع هادئ بعض الشيء، بوتيرة متفاوتة أيضا بعض الشيء. مقبلون على نهاية أسبوع، إذا ما حصل أي تطور دراماتيكي إن بالسياسة أو بالأمن فإن هذا الحراك سيحافظ على وتيرة هادئة بعض الشيء بانتظار ما ستحمله الساعات أو الأسبوع المقبل من تطورات سيما على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن لا أحد يمكنه التكهن أو التوقع بمدى نوعية ومشهدية الحوار، لأنه مرتبط بالتطورات التي تحصل بين لحظة وأخرى وربما بين ساعة وأخرى. نعم، شكرا لك وليام عزام مراسل الحرة من طرابلس، وسحر أرنوط شكرا لك أيضا مراسلة الحرة من بيروت. على وقع الاحتجاجات تستمر المشاورات ويحتدم الجدل بين فريقين، أحدهما مطالب بحكومة تكنوقراط وآخر داع إلى حكومة مختلطة بين شخصيات تكنوقراط وسياسية. في لبنان انقسم المشهد اليوم بين الشارع والسلطة الحاكمة من جهة، وفي الشارع نفسه بين تيار شعبي رافض للحكم وآخر يناور بين الحين والآخر ملوحا بتصعيد وفلتان أمني، وداخل أروقة الحكم بين تكنوقراط وتكنو سياسية، وبعيدا يقف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري متمسكا بحكومة جديدة تلبي مطلب الشارع. في مواجهة إصرار رئيس الجمهورية ميشيل عون وتياره الوطني الحر وشريكي حزب الله وحركة أمل
بحكومة سياسية أو مختلطة بين تكنوقراط وسياسيين. على وقع هذا الجدل تعهد جديد خرج به الرئيس عون بأن يكون عمل الحكومة منصب على الإصلاحات ومكافحة الفساد والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية. بين شد وجذب يواصل اللبنانيون الاحتجاج لتحقيق مطالبهم، وإن أصبح المشهد أكثر تعقيدا بعد الاستجابة المحدودة المتمثلة باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. الجدل بشأن الحل تجلى في اختلاف بين القوى السياسية حول شكل الحكومة المقبلة، فبينما يرى الحريري أن تشكيلة من التكنوقراط أمر ممكن قابل للتحقيق ويرضي رغبات المتظاهرين، يعتقد حزب الله والتيار الوطني الحر أن حكومة كتلك لن تتمكن من تحديد سياسة البلاد، ولذلك يطالبان بما سموه حكومة تكنوسياسية تتألف من كفاءات وسياسيين. جدل السياسيين لم يغير ما طالب به المتظاهرون منذ البداية، حكومة تكنوقراط تضع على رأس أولوياتها القضاء على الفساد والمفسدين. ذلك الجدل دفع الرئيس ميشيل عون للخروج مؤكدا أن الرئاسة اللبنانية ما زالت تعمل لتحقيق مطالب المحتجين، ثم أعرب عن أمله في إمكانية ولادة حكومة خلال أيام بعد إزالة عقبات أمام التكليف والتأليف على حد تعبيره. وتؤشر التصريحات الأخيرة ومن بينها دعوات لتكليف غير الحريري بتشكيل الحكومة إلى أن أزمة جديدة بانتظار لبنان يختلف فيها السياسيون بشأن سبل الحل، ومرة أخرى قد تكون للشارع كلمة فصل، فمن كتب البداية أولى بإعلان النهاية. تتجه الأنظار في لبنان إلى شكل الحكومة التي ستسفر عنها مشاورات أطراف سياسية مختلفة، الآراء تتباين بشأن طبيعة هذه الحكومة والتي يطالب المتظاهرون بأن تكون حكومة تكنوقراط مشكلة من وزراء غير حزبيين يمتلكون الخبرة في مجال وزارتهم. وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يدعم حكومة التكنوقراط برئاسته هو، وهو طرح تؤيده أيضا القوى اللبنانية والحزب الاشتراكي. كما يتم تداول الأخبار بشأن موافقة الحريري على حكومة التكنو السياسية التي تدمج بين وزراء حزبيين وآخرين أيضا اختصاصيين. خيار الحكومة حكومة التكنوقراط يثير حفيظة حزب الله الذي لا يريد حكومة تتجاوز نتائج الانتخابات النيابية السابقة التي منحت فريقه السياسي الأكثرية النيابية، كما أن هذا الخيار هو المفضل لدى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشيل عون ورئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري. ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ لبنان نجد أنه شهد كثيرا من حكومات التكنوقراط والتي لم يتجاوز عمر معظمها عدة أشهر، كان آخرها برئاسة نجيب ميقاتي في عام 2005. ينضم إلي من بيروت رولا طبش النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل، ومن بيروت سيرج داغر منسق العلاقات السياسية في حزب الكتائب. أهلا بكم ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لكم لتلبية الدعوة. أستاذ رولا، إلى أين وصلت الجهود اليوم؟ هل هناك من اتفاق وصل إليه سعد الحريري مع باقي المكونات اللبنانية للوصول إلى تشكيل وتكليف حكومة جديدة؟ مساء الخير إلى كل المشاهدين. قرار الرئيس الحريري أعرب عنه من اليوم الأول من بعد الاستقالة، وهو بأنه لا مانع لديه طبعا من أن يكلف برئاسة الحكومة، ولكن الحل الذي يراه مناسبا هو شكل الحكومة، لأن المعيار هو ليس بالأشخاص وإنما بشكل الحكومة، وهو مصر على حكومة اختصاصيين، لأنه بيجد بأن هذه الحكومة هي الحكومة الحل للأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها اليوم لبنان، وهي الحل للاستماع لمطالب الشعب اللي يجب أن يحترم رأيه واللي صار له بالشارع حوالي 28 يوم. هل هناك من اتفاق وصل إليه سعد الحريري مع التيار الوطني الحر مؤخرا أم لا؟ لا،
لا يوجد اتفاق. يعني هو مثل ما قلنا هو اليوم أعرب عن يعني الطرح والحل الذي يراه مناسبا، وهو بانتظار طبعا الاستشارات النيابية وبانتظار التكليف ليصار على أساسه تأليف الحكومة. أما مثل ما قلنا هذا الرأي هو رأي يعني أعرب عنه لكل الأفرقاء السياسيين من أول يوم، وبالتالي كل المناورات اللي عم نسمعها وتسريبات بتردد الرئيس الحكومة عن تولي المهام أو يعني كل ما يسرب إعلاميا هو ليس إلا دليل بأنه الأفرقاء الذين يسربون هذه الآراء بأنهم غير موافقين على الطرح ويحاولون الضغط أكثر على الرئيس الحريري لاتجاه حكومة تكنوسياسية، وهذا الأمر مرفوض وهو مصر على هذا الحل. طيب ممكن نضع بعض الأسماء مع حضرتك أستاذ طبش، عن أي أفرقاء نحن عم نتكلم اليوم؟ من هو النقيض السياسي لتيار حزب المستقبل الذي يسعى إلى نشر هذا التسريب؟ لأنه لدي سؤال آخر متعلق بتسريب وإشاعة أيضا متعلقة باتفاق يعني أيضا جرى وكان يعني بموافقة الحريري بإذعان لحزب الله ونشر على يعني بعض الصفحات، نود أن نتأكد، وكان في رد أيضا من تيار المستقبل على هذه النقطة وكانت متعلقة بالجيش أيضا، سأسأل عنها بعد قليل. ولكن في هذه النقطة تحديدا اليوم، من هو النقيض السياسي الذي يقف أمام تيار المستقبل؟ نعم. يعني اليوم الأفرقاء الرافضين لحكومة الاختصاصيين هم واضحين، يعني الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. يعني هذا قرار، يعني هذا ليس بأمر مخبأ، يعني هم من يرفضون حكومة اختصاصيين بشكل كامل. طيب تمام، إذن وهل هؤلاء هم من أشار إليهم بيان تيار المستقبل المتعلق بالدفع ببعض الاتهامات الموجهة له بأنه أذعن لحزب الله مقابل مكاسب في الحكومة المقبلة ووضع الجيش في الواجهة؟ تم تداول ربما هذه الإشاعة خلال اليومين القليلين الماضيين، هل تعتقدين بأن من يسرب ومن يحاول أو وصل حد التسريبات والإشاعة هو الحاق الضرر بتيار المستقبل والرئيس الحريري بهذا الشكل؟ يعني هذا احنا بنعتبره دائما من باب الإشاعات الغير صحيحة. بنرجع بنأكد انه موقف تيار المستقبل هو موقف اليوم الرئيس سعد الحريري وهو يعبر عنه صراحة، وطبعا هو ما يسعى إليه ويؤكد عليه هو سلامة الشعب اللبناني، هو الاستماع لمطالب الثوار، هو النهوض بالبلد اقتصاديا، لأن ما يراه بأنه العودة إلى الوراء واستنساخ حكومة كالحكومة المستقيلة لن يأخذ البلد إلى الحل، وإنما سنخرج إلى نفق مظلم. طب وإذا ما تحققت هذه الرؤية يا أستاذ رولا؟ يعني وإذا لم يتحقق ما يسعى على حكومة طيب تفشل وإذا لم قبل يتحقق أن تولد. وإذا لم يتحقق ماذا ما يسعى إليه اليوم؟ هل سينسحب؟ هل سيدفع بالتشكيل يعني ربما بشخص آخر ليشكل الحكومة غير نفسه غير سعد الحريري؟ يعني يتم يعني طبعا نحن غير متمسكين في هذا المنصب إلا إذا كان ضمن الحل المرتقي، وإلا على الكتل النيابية تسمية يعني اسم آخر لتولي رئاسة الحكومة بالحل الذي يرونه مناسبا. وبالتالي كما قلنا أن الرئيس الحريري هو من باب المسؤولية الوطنية لا يرفض طبعا تكليفه في حال كلف، ولكن ضمن هذا الحل. إذا لم يكن هذا
حل هو المطلوب، إذا لم يكن هنالك ضمانات بأن هذه الحكومة ستكون متجانسة وتساعده على حل الأزمة، وبالتالي فهو بغنى عن هذا التكليف، وطبعا لا يكون هنالك مانع من تكليف شخصية أخرى يرتئيها الفرقاء السياسيون. تمام، وأود أن أسألك عما يجري في الشارع، وبالتالي على كافة المسؤولين تحمل تبعات هذه الحكومة الجديدة إذا لم تكن تلبي مطالب الشعب. طيب تمام، قبل أن أطرح سؤالي على حضرتك، انضم إلينا الآن من بيروت سيرج جاغر، منسق العلاقات، بعتذر ما سمعت أول سؤال، منسق العلاقات السياسية في حزب الكتائب. سأعيد السؤال على حضرتك أستاذة رولا، اعذريني. الآن انضم إلنا أستاذ سيرج، أرحب بك، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة اليوم. ما الذي سيقوم به حزب الكتائب أيضا؟ يعني هناك لربما بعض التساؤلات تطرح اليوم في الشارع اللبناني أستاذ سيرج، دعني أبدأ من آخرها مع حضرتك لأنك انضميت إلينا في وقت متأخر. هل ترى اليوم بأن القوى السياسية بدأت تستخدم مناصريها في الشارع؟ هناك أيضا اتهامات لحزب الكتائب بأنه بدأ يستخدم أيضا مناصريه في الشارع، هناك من يغلق الطرقات يعني من ربما أيضا حزب القوات ومن جهة الأحزاب الحزب الاشتراكي أيضا، وهذه التساؤلات كلها مطروحة اليوم. هل نشهد عودة صراع ما بين مناصري الأحزاب، عودة صراع صامتة لا يوجد اعتراف رسمي من قيادات حزبية بأنها تجري فعلا على الأرض أستاذ سيرج؟ مساء الخير أولا. مساء النور. طبعا نحن لا نضع نفسنا أبدا أبدا في هذا الموقع، فقط للتذكير إلى لحضرتكم وللمشاهدين، حزب الكتائب منذ 4 سنوات أخذ منح المعارضة في لبنان. كان لدينا 3 وزراء، قدمنا استقالتنا من الحكومة وذهبنا إلى المعارضة، ومنذ ذلك الحين نزلنا إلى الطرقات في أكثر من مناسبة. نحن الحزب اللي نزل تظاهر ضد إقامة المطامر في البحر، نحن حزب الذي تظاهر ضد الضرائب في لبنان، نحن حزب الذي تظاهر ضد مجموعة من الأمور، التوتر العالي، خطة الكهرباء. نحن إذا بدك صرنا بالشارع حوالي 4 سنوات على أمور مطلبية مثل اللي عم تحكي فيها الناس اليوم. فإذا من وجمهورنا وحزبنا وحزبييننا صاروا عم بيتظاهروا، صاروا 4 سنوات تقريبا بالشارع، نوابنا بالمجلس عم بيخوضوا معركة سياسية من بعد ما خرجنا من الحكومة، حزبنا عم بيروح على المجلس الدستوري بأكثر من مناسبة، عم بيقدم طعون بوجه هذه الحكومة، وربحنا 3 طعون بوجه هذه الحكومة، ونحن على الأرض عم نتظاهر طبعا قبل ما يبلش هذا الحراك وقبل ما تبلش هذه المظاهرات. وطبعا لما أصبح في هذه الثورة المباركة في لبنان يلي هي انتفاضة الشعب اللبناني من بعد ما كان صار له فترة طويلة كتار راهنوا أنه الشعب اللبناني لم يعد شعب حي، أنه لن يقول لا، أنه لن يواجه هذه السلطة، أن الرهان على الشعب هو أمر خاطئ. نحن رهنا على الشعب وحذرنا السلطة السياسية وقلنا اللبنانيين غاضبين واللبنانيين سيتحركون. وبفتكر بآخر مناسبة بمجلس النواب رئيس الحزب النائب سامي جميل قال ما بعرف إذا رح نلتقي بعد مرة بالمجلس قبل ما يكون بج البلد، استعمل بس لوقتها بكون بج البلد. طيب وهذا ما صار. طيب إذا بما أنه هذا هو اللي صار، ما الذي يمنع اليوم حزب الكتائب من أن يقوم بتبني فكرة نواة معارضة مع باقي الفرقاء السياسيين؟ اسمح لي بس أقول لك شغلة بعد. تفضل قول اللي بدك يا حضرتك وأعطيني إجابة إذا تكرمت على السؤال. حزب الكتائب أصلاً في المعارضة، ونحن أصلاً سبق وبلغنا أنه أي حكومة رح تتشكل اليوم نحن سوف نكون خارجها ورح نلعب دورنا كمعارضة. وهون بيهمني كمان شغلة، لأنه عم ينحكى عن الأحزاب اللي عم تستفيد من الثورة، بيهمني أوضح للمشاهدين التالي: في لبنان هناك السلطة وهناك الثورة وهناك المعارضة. نحن لا نريد، أنا بتكلم أستاذ سيرج عن معارضة مع باقي الفرقاء، ولماذا لا تتزعمون المعارضة؟ نحن كحزبيين أو كحزب بشكل رسمي ما بدنا نحكي باسمه.
مرجع بقول لك اول شيء تيكون في معارضه بده يكون في حكومه. لحديت هدي الشعب اللبناني عم بيطالب بانشاء حكومه، الشعب اللبناني عم بيطالب بالامور الدستوريه، السلطه هي اللي ما عم تنشئ حكومه. الحكومه استقالت من حوالي الاسبوعين، دستور بيقول لازم نروح دغري على مشاورات نيابيه. ماذا ينتظر رئيس جمهوريه لبنان للقيام بهذه المشاورات؟ مليونين لبناني في الشارع يطالبون بتطبيق الدستور، وأفرقاء السلطة لا يطبقون الدستور، يجتمعون في الخفاء، يخططون في الخفاء، بيحكوا عن حصصهم في الخفاء. طبعا نحن إذا اليوم تشكل حكومة، أول شيء بدنا نشوف طبيعة هذه الحكومة، وبناء عليه من أرى إذا حنكون معارضين لها طبعا لن نكون شركاء فيها، ولكن مستوى المعارضة رح يقوم حسب شو بتعمل هذه الحكومة. إذا هذه الحكومة كان عندها إداء جيد، يعني نحن مثل الناس عم نطالب بحكومة تكنوقراط من الاختصاصيين لديها مهمتين، واحد الحفاظ على الوضع الاقتصادي وإعادة إنهاض الوضع الاقتصادي في لبنان، واثنين الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة. أي تشكيلة تكنوقراط حيادية بتقوم بهالمهمتين سوف تجدنا إلى جانبها وداعمين لها. أي حكومة بتعيد استنساخ الوضع اللي كان قائم، يعني أفريقاء هذه السلطة يلي فشلوا على مدى 30 سنة وأوصلوا البلد إلى المحل اللي هو فيه اليوم وبعضهم عم بيمارسوا بنفس الطريقة لأنه كيف عم بيشكلوا بفجأة ما المسؤولية التي يتحملها حزب التيار؟ ما المسؤولية التي يتحملها تيار المستقبل حسن إدارة الدولة في الجانب الذي تتحدث فيه؟ أي فريق يكون في المعارضة؟ أعتقد رئيس الحريري كان واضح بهذه المرحلة. طبعا أول شيء إذا ما نأخذ ما أرى ما يريده الناس، الناس كانوا واضحين قالوا كلهم يعني كلهم، ولما يقولوا كلهم يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس ومكونات الطبقة السياسية الحالية. قد يكون الرئيس الحريري أول من سمع كلمة الناس من خلال استقالته من الحكومة، يعني إجا قال للناس أنا سمعتكم تريدون إسقاط هذه الحكومة واستقال. هلأ يعود أو لا يعود هون بفتكر نحن مطرح ما اليوم الوضع عالق هون. رئيس الحريري عم بيقول إذا بدي أرجع أتحمل هيدي المسؤولية بعمل هالشي فقط من ضمن شروط واضحة اللي هي ليس لديه هل لديه أوراق يعني ضغط يمكن أن يتحدث معها؟ طبعا معنا أستاذ رولا وضحت هذا الكلام كله. أستاذ رولا يعني نحن عندنا حدا من تيار المستقبل، يعني ما بدنا نحرج أيضا أستاذ رولا وحضرتك تتكلم عن تيار المستقبل وهي موجودة، ولكن ماذا ترى أنت كشخص من خارج تيار المستقبل، ماذا بيد تيار المستقبل والحريري من أوراق ليضغط على التيار اليوم التيار الوطني الحر ليفرض ما يريد؟ يعني ما هذا صعب أصلا. هلأ طبعا الرئيس الحريري عم بيستفيد طبعا هو صعب لأنه هون كان ما بدي بس حمل التيار الوطني الحر، في منظومة راكبة هون شركاء فيها فريقين أساسيين هن حزب الله والتيار الوطني الحر يلي عم بيحاولوا إعادة استنساخ الحكومة السابقة كلهم لأهدافه. طبعا حزب الله بسرعة يريد أن يكون إما مشارك في الحكومة بشكل مباشر أو بشكل قوي ليأمن لنفسه الدفاع إذا بدك عن محور يلي هو بيمثله بالسياسي، يعني إذا بدك بمكان ما بهمه وزارة الخارجية مين رح يكون فيها وما هو موقف هذا الوزير من سلاح حزب الله، بهمه وزارة الدفاع من سيكون فيها وكيف يتعاطى الجيش اللبناني مع حزب الله. فإذا حزب الله عنده أهدافه. من تاني ميل التيار الوطني الحر لا يريد أن يرى نفسه خارج الحكومة، فبعد ما هو بيعتبر أن هذا العهد هو عهده، فإذا الفريقين بمكان ما عم بيصروا على وجودهم في الحكومة. من تاني ميل الرئيس الحريري عنده بقي دقيقة يا أستاذ سيرج معلي يستفيد من ضغط الشارع. سامحني خلينا ناخذ هاي النقطة مع أستاذ رولا. إذا تكرم أنت ما عم تسمعني يبدو أستاذ سيرج، إذا سمحت لأنه ضايل بس دقيقة واحدة فقط لأستاذ رولا. أستاذ رولا يعني هل كان بمقدور تيار المستقبل أصلا أن يقوم بتعطيل عمل أو ما يود تمريره التيار الوطني الحر من قوانين من قبل؟ يعني لم يكن لربما يملك القوة على التعطيل ولا حتى ثلث المعطل اليوم. ما الذي دعنا يعني لربما نؤمن بأن ما يطرحه الحريري هو يأتي من خلفية قوة لديه وأوراق ضغط على الفرقاء السياسيين الآخرين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر؟ يعني ماذا لديه؟ أم
إذا سمعت الصوت، إذا سمعت السؤال واضح، يعني هل ما تقوله بأنه الرئيس الحريري يحاول أن يمارس ضغط على التيار الوطني الحر وحزب الله؟ هناك ضغط يمارس عليه من في قبل التشدد بموقفه؟ لا لا، هناك ضغط يمارس عليه أيضا من التيار الوطني الحر على حزب تيار المستقبل وعلى الرئيس الحريري، ولكن ماذا بيد الحريري من أوراق ضغط حتى يمرر رؤيته بحكومة تكنوقراط؟ الضغط الأساسي هو صرخة الشعب، صرخة الناس في الشارع هي ورقة الضغط التي يحملها الرئيس الحريري لتشكيل حكومة. ما الشارع لا ينادي بعودة الحريري أستاذ رولا بالاختصاصيين، وبالتالي الرئيس الحريري اليوم لا يمارس عليه أي ضغط. لا، الشارع لم يرفض عودة الحريري. الحريري اليوم ليس فقط هو كشخص هو مرفوض، ما كان مرفوض من قبل الشعب هو المنظومة السياسية، هو ما وصل إليه البلد من أزمات اقتصادية على مدى سنوات. بنرجع بنقول إنه المشكلة هي ليست في الأشخاص وإنما في المنظومة وفي شكل الحكومة. الرئيس الحريري كذلك لا يخفى بأنه يعني اليوم كذلك هو عنده الثقة الداخلية والثقة الخارجية، لأنه اليوم إذا نحن بدنا حكومة اقتصاد، حكومة تنهض بالاقتصاد اللبناني مع فريق متجانس من الاختصاصيين، تريد كذلك رئيس يكون له هذا الدور الذي يلعبه كذلك خارجيا ليستطيع بأن يأتي بالأموال والدعم للبنان لإنقاذ هذا البلد. ومثل ما رجعنا قلنا، يعني اليوم نحن لسنا متمسكين في هذا المنصب، ولكن لما دعينا أنه إذا كان الرئيس الحريري كلف هل يقبل، فكان لا مانع للرئيس الحريري بأن يقبل بالتكليف، ولكن ضمن هذا الإطار الذي يراه بأنه يلبي مطالب الشعب. وبالنهاية اليوم إذا نحن أتينا بحكومة لا تلبي مطالب الشعب ولا سيبقى الشعب في الشارع، وبالتالي لن تؤلف أي حكومة بهذا الخصوص. شكرا لك رولا طبش النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل، وشكرا لك أيضا سيرج داغر منسق العلاقات السياسية في حزب الكتائب.